نشهده إذن الآن من ارتفاع بعوائد السندات يأتي طبعا نتيجة ضغط في سوق السندات. تحدثنا عن الطرح الجديد الذي لم يلقى إقبالا حارا من المتعاملين، لكن كل هذه تشير إلى قلق السوق من حجم الديفيسيت أو العجز الموجود في الولايات المتحدة وكيفية تمويله. هذا سؤال وجيه. حجم العجز المالي الأمريكي ضخم جدا ولا يظهر أي علامات على التراجع، والإدارة السياسية الأمريكية سواء كانت جمهورية أم ديمقراطية، هذه الإدارات لا تبدو مهتمة بتخفيض حجم العجز على الإطلاق، وهناك مخاوف تتنامى بخصوص حجم عجز الكبير والذي يمكن أن ينمو لمقدار أكبر، والأسواق ربما بدأت تشعر بشيء من عدم الارتياح تجاه حجم العجز الآن. وفي الجانب الآخر للعملة نجد عوائد السندات تظل الملاذ الآمن الخالي من المخاطر بالنسبة للمستثمرين، ومن اللافت أن نرى كيف ستتجلى هذه المعركة بين هذين الطرفين، أي من يشعرون بالقلق ومن ينظرون إلى السندات الأمريكية بوصفها الخيار أو الملاذ الآمن. فهل دخل الاقتصاد الأمريكي إذن في دوامة مفرغة، وهل النمو الذي نشهده فيه ممكن أن يكون ممكن نصفه بأنه اصطناعي لدرجة ما؟ أرقام النمو للعام الماضي في أمريكا كانت أقوى مما توقعه معظم الناس، وكانت هناك أسباب وجيهة لذلك، فالأمر كان يرتبط إلى حد كبير بالقرارات السياسية الأمريكية، وكنا أمام رفع في منافع الضمان الاجتماعي، وكنا أمام إعفاءات ضريبية كبيرة في بداية العام الماضي، وكنا أيضا أمام آثار قانون رقائق وقانون محاربة التضخم، وكان هناك تعزيز للاستثمار في تصنيع أو في مصانع الرقائق الإلكترونية، وهذا الأمر عزز النمو، وهذا الدعم لن يتاح هذا العام، وبالتالي سنرى بعض التباطؤ في النمو الاقتصادي الأمريكي. ومن الصائب القول إن أرقام النمو القوية التي سجلت العام الماضي ربما كانت حدثا يحصل لمرة واحدة، وكانت ناتجة عن قرارات حكومية وليس عن انعكاس حقيقي للوضع الضمني للاقتصاد الأمريكي. إذا دخلنا مستويات التضخم إلى هذه المعادلة، وهذا التضخم العنيد الذي يبدو بأنه لا يتوجه نزولا بأي وقت سريع، هل سيكون لدى الفيدرالي إذن النية في خفض الفوائد في وقت قريب؟ هل من مصلحة تلك المعادلة خفض الفوائد الآن؟ بيانات التضخم للربع الأول كانت مخيبة للأسواق والفيدرالي على حد سواء، وأشارت إلى أن التقدم المحرز في النصف الثاني من العام الماضي قد أصيب بالجمود، وكانت هناك مخاطر بأن تتسارع الضغوط التضخمية من جديد. قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل غيرت هذا الواقع، وإن كانت أرقام أسعار المنتجين قوية مجددا، وبالتالي غدا تصدر أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي، وهذا المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي، والأسواق تأمل أن نرى بعض التراجع في الأرقام بما يتوافق مع ما رأيناه من أرقام شهر أبريل لمؤشر أسعار المستهلكين. ومن السابق لأوان أن نكون واثقين أن الضغوط التضخمية قد اتجهت بالتأكيد إلى الهبوط، وصدرت تعليقات من مسؤولين في الفيدرالي وهم ألمحوا إلى أنهم بحاجة إلى أن يروا
تراجعا مستداما في أرقام التضخم قبل أن يشعروا بالارتياح لفكرة تخفيض الفائدة. ولدينا فيدرالي عازف تماما عن المجازفة ولن يجازف بالسماح للتضخم بأن يخرج عن سيطرة كما كان مخطئا عندما تحدث عن أن التضخم مؤقت لفترة طويلة. ستيوارت كول، شكرا جزيلا لحضورك معي هذا الصباح.